أهلا بكم. مع قرب بداية العام الدراسي لعام 2019-2020، ما زالت وزارة التربية خالية من منصب وزير التربية للعام الثاني على التوالي. هل تعجز حكومة عبد المهدي عن إيجاد وزير للتربية لإدارة الوزارة؟ أليست المحاصصة السياسية التي اعتاد عليها المواطن العراقي منذ عام 2003 هي السبب في عدم اختيار وزير للتربية لغاية الآن؟ هل وضعت حكومة عبد المهدي خطة مسبقة للعام الدراسي الجديد؟ لماذا يتراجع مستوى التعليم في العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن؟ لماذا يعاني العراق من اكتظاظ في المدارس وقلة البنايات؟ أليس العراق بلدا غنيا بموارده النفطية؟ أليس تراجع التعليم في العراق يؤدي إلى انتشار الجهل والتطرف والفقر والبطالة واستفحال ظاهرة الفساد؟ أليس التعليم هو عماد المجتمعات والأمم في النهوض بحاضرها ومستقبلها؟ أليست المحاصصة الحزبية والطائفية هي التي أدت إلى انحدار التعليم في العراق؟ من يصدق أن بلداً كالعراق يصدر في اليوم أكثر من 4.5 مليون برميل يومياً، ولديه آلاف المدارس الطينية، ويحتاج إلى بناء أكثر من 25,000 مدرسة؟ ما هي أسباب انتشار الفساد في وزارتي التربية والتعليم؟ وأين دور الحكومة في ردع هذه الظاهرة الخطيرة؟ لماذا تزداد نسبة تسرب الطلاب من المدارس؟ كيف أصبحت المناهج التعليمية بعد العام 2003؟ لماذا يغيب التخطيط في وزارتي التربية والتعليم لتحقيق طفرات نوعية في مستوى التعليم في العراق؟ لماذا تزداد ظاهرة الغش في المدارس والجامعات؟ كل هذه الأسئلة وأكثر نناقشها معكم أعزائي المشاهدين في حلقة اليوم بمناسبة قرب بداية العام الدراسي الجديد والذي سوف ينطلق بعد نحو أسبوعين. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع وعلى الأرقام التي سوف تظهر تباعا أسفل الشاشة، كما نستقبل رسائلكم عبر خدمة الواتساب. فاصل ونعود إليكم. هذا بلد ترسوه مخدرات، ترسوه أذية، ترسوه فوضى، ترسوه زنا، ترسوه ملاهي، ترسوه خمر، ترسوه حبوب. بلدنا منتهك من كل الجهات، ومع الأسف الآن حالة بالبلد هي أكثر من الإرهاب، هو انقطاع الماء. بطل من أبطال البصرة وليدي، أنت طالبت بحقوق البصرة، طالبت على مود ماء مالح. قانوننا قانون، هذا من تبي لفلان جهة لا تحاجي مدلل، والقانون يطبق على الفقير. مليارات يبوقون ما حد يحاجيهم، والفقير يبوق لقنينين حكم 20 سنة. أهلا بكم من جديد. مع حلول الفصل الدراسي الجديد لا يزال العراق يفتقر إلى الآلاف من المنشآت التعليمية، لا سيما البنايات المدرسية، كما أن الآلاف من الطلاب محرومون من الدراسة بسبب الحروب والعمليات العسكرية. يقابل ذلك استشراء للفساد الإداري والمالي في وزارة التربية، وافتقار السلطات الحكومية لأي خطة واضحة لانتشال التعليم من واقعه الراهن. نتابع هذا التقرير ونعود إليكم. عام دراسي آخر على الأبواب في العراق، وما زال التعليم في البلاد يسير بخطى ثابتة نحو الانحدار. 16 عاما مرت على وصول الأحزاب الحاكمة إلى سدة الحكم، ولم يشيد في أغلب محافظات العراق سوى 400 بناية مدرسية كأكثر البلدان نقصا في منشآته التعليمية وفق تقارير حكومية. التلميذ العراقي لا يزال يفترش الأرض مع أقرانه في مدرسته المتهالكة التي تغص بعدد من الطلاب يفوق طاقتها الاستيعابية، ونحو 10 ملايين طالب وطالبة يتوزعون على 16,000 مدرسة فقط في عموم البلاد، وهي لا تكفي حتى لاستيعاب أزمة الدوام الثنائي والثلاثي. تدري مدرسة بها 3 دوامات؟ يعني إيش قد الدرس يصير نص ساعة؟ يعني هي مدرسة 3 مدارس، مقسمة إلى 3 مدارس، إيش وقت يلحق المدرس ينطي المادة؟
7000 بناية مدرسية جديدة هي ما يحتاجه العراق لإنهاء أزمته في التعليم بشكل كامل بحسب لجنة التعليم النيابية، و4 مليارات دولار فقط كفيلة بإعادة إعمار البنية التحتية لقطاع التعليم بالكامل، وهو ما يضع الكثير من علامات الاستفهام بشأن مصير موازنات وزارة التعليم المالية على مدار السنوات السابقة. تحتاج وزارة التربية إلى تغييرات جذرية، سواء كانت على مستوى الهيكلية في الوزارة أو على مستوى الإشراف، على مستوى الأبنية المدرسية، على مستوى المعلمين وعلى مستوى المناهج. وبعد أن كان الطالب العراقي يحصل مجانا على الكتب والدفاتر والقرطاسية وغيرها من مستلزمات الموسم الدراسي الواحد، لم يعد هناك شيء بالمجان في العراق. طالب سادس كتبه من برا اشتريه، دفاتر من برا، قرطاسية من برا، كل شيء بطل. بعد أحداث عام 2014 فقد نحو 3 ملايين تلميذ إمكانية التعليم بعد الدمار الذي حل بمدارسهم خلال الحرب على تنظيم الدولة، فأكثر من 150 منشأة تعليمية تعرضت للدمار الشامل، فضلا عن حاجة نصف مدارس العراق الحالية إلى إعادة تأهيل وفق تقارير الأمم المتحدة. فعندما يكون وزير غير مؤهل لإدارة وزارتي التربية ووزارة التعليم العالي، فإن التعليم يذهب إلى الجحيم. بهذه الكلمات يلخص مختصون تراجع قطاع التعليم إلى أدنى مستوياته، حيث لا استراتيجية واضحة لدى الحكومات المتعاقبة لانتشال القطاع التربوي من مستنقع الفساد على المدى المنظور على الأقل. استمعنا إلى هذا التقرير. طبعا وزارة التربية حددت 25 من أيلول سبتمبر الحالي موعدا لبدء العام الدراسي الجديد، وقالت الوزارة في بيان لها بأن وزير التربية وكالة، تدرون احنا صار لنا هاي موسمين ما عندنا وزير للتربية، وزير التعليم هو نفسه وزير التربية وكالة، وزير التربية وكالة قصي السهيل قد وافق على تحديد موعد بدء العام الدراسي الجديد 2019-2020 اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 25 أيلول 2019. طبعا في تقرير المنتدى الاقتصادي والعالمي في دافوس لهذا العام عام 2019 واللي اشتمل على 140 دولة، استثنى العراق لافتقاره لمعايير الجودة في مستوى التعليم الجامعي والثانوي والابتدائي. ما شاء الله كلهم طلعنا احنا من عندهم. في العام الماضي منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف أكدت بأن إنفاق العراق على التعليم يعد الأدنى في المنطقة بنسبة لا تتجاوز 5.7% فقط من إجمالي الإنفاق، إنفاق الدولة. ممثل المنظمة في العراق بيتر هوكنز قال بأن العراق بحاجة إلى 7500 مدرسة من أجل تحسين الوصول إلى التعليم، وبيّن بأن الأمر متعلق بالنزاعات أو بالنزاع والانهيار الاقتصادي ونقص الاستثمارات على مدى الأعوام الماضية، وأضاف بأن الفجوة المتنامية بين الفقير والغني تثير النزاعات وتضر بالأطفال وتضر بالعراق. طبعا طالب الحكومة بالعمل على زيادة عدد الأطفال الذين يرتادون المدارس وتعزيز انفاقها على التعليم الذي يعد واحدا من أدنى المعدلات في المنطقة كما ذكرنا بنسبة 5.7% فقط من إجمالي الانفاق الحكومي. ويشار إلى أن نسبة الرسوب لطلاب الصف الثالث المتوسط على سبيل المثال، نذكر هذه الأرقام، وصل أكثر من 70% فقط في العاصمة بغداد هاي السنة، سنة 2018-2019، وتقريبا 90% في بعض المحافظات العراقية وصلت نسبة الرسوب. في تقرير سابق كذلك لمنظمة اليونيسف جاء فيه يعتمد مستقبل وأمن العراق الاقتصادي وازدهاره على زيادة حجم الاستثمار في التعليم، بس من يسمع؟ بالرغم من أن الاستثمار كما جاء في التقرير، بالرغم من أن الاستثمار في قطاع التعليم في العراق مكلف، إلا أن عدم القيام بذلك سيكلف الأمة أكثر بكثير في المستقبل. وبالفعل نحن نعاني من انتشار الأمية والجهل في البلد، وهذا له انعكاسات على المجتمع وعلى الدولة في العراق. معنا اتصال أبو أحمد من الموصل، تفضل أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. أنا
أنا لي عتب عليكم. تفضل. على قناة الرافدين. تفضل. أنا مرتي خبرته هذاك اليوم أخبر يقفل التلفون ليش يعني أش... بس الصوت الصوت شباب. نعم أبو أحمد. مرتي أنا أخبر على القناة. إيه. قبل أول بارحة أخبر مرتي على القناة يقفلوا تلفوني ليش يسدون؟ مش وقت أي يعني برنامج صوتكم؟ إيه. يا ساعة اتصلت. والله. هيك بالثمانية يمكن هيك. إيه ثمانية ماكو برنامج أبو أحمد. إيه. أبو أحمد. بالثمانية بلي. تدري البرنامج مالتنا يبلش بتوقيت بغداد تقريبا 10:05 10:07 دقائق لل 11:05 فاحتمال انت متصل متصل بغير وقت البرنامج. نعم على كل تفضل. انت سألتني قلت لي على التعليم. نعم تدري المدارس راح تبدي بعد كم يوم ودون نسولف عن هذا الموضوع. يرحم ابوك. نعم هو ابسط شيء عندنا الماي ماي ماي ماكو ماي شرب. تريد كتب اكو؟ نعم الكتب كلها طباعه سواها بلبنان حتى في سبيل يشيلون مناهج الوطنيه منها يخلوا مناهج اللي هم يرجوها. نعم يعني ما خلوا شيء بالبلد مثل ما كان هو كلهم غيروها. بظل الطفل عمره 7 سنوات ما متغير مفروض نحن كلنا ما نظل يبقى هذا البشر يقوم هذا 7 سنوات بلكي عراق يتعدل ها يحس على نفسه شوية ما يصير خدم جوائد إيران وأمريكا واللاق 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 ها كل من يجي يدقن على رأسنا. فما التربية التربية راحت شيله من بالك بعد أحد يتوظف شيله من بالك أحد يصير ها فيلسوف أو يصير خريج يتخرج بمكان شيله من بالك. نعم عندك فلوس عندك حسب عندك مسؤول تطلع كل شيء تطلع والله تطلع وزير تطلع كل شيء تطلع. انت فقير والله الطبقه الفقيره وقعت دمروها الوسطى دمروها فضلت هذول لان هم جو هم جو هم جو مو الاعمار هم جو مو الاعمار. في الثمانينات ما ظل واحد بشعب العراقي ما تعلم حتى عمره 70 سنة راح الأمية تعلم كتابة وقراءة دحك. نعم أنا بصف الأول بال 69 أنا بصف الأول. نعم وبطلت من مدرسة كنا بالقرى بطلوني. نعم. أهلي بطلوني. نعم نجحت عساني أسا أتحدى أي واحد هاي الكتابات اللي بالتلفزيون يطلع لي أسا برابع متوسط وخامس متوسط إذا يقرأ مثلي. يعني أول ابتدائية نجحت عساني بطلوني أشد أكون فرق ذاك الوقت وهذا الوقت. نعم زين شنو ما عندنا فلوس بالعراق الحكومة ما تصرف على التعليم وتبني فلوس. مدارس وما توزع كتب وشنو أخي أبو والله 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 فلوس اللي من 2003 وإلى حد الآن في باقوها. نعم سوريا أردن تركيا عراق ها 4-5 دول تنبني شوارع كل حواضي ما شوارع ماكو ارشفه يصير ذهب. نعم أنا اشكرك ابو احمد من الموصل كان معنا اتصال ناصر من بغداد. تفضل ناصر. مرحبا استاذ. مرحبتين يا هلا بك استاذ. بخصوص التربيه. نعم. بخصوص التربيه وزاره التربيه هي غايتها انه تفسيخ مجتمع. يعني مو غايتها تعليم طالب وتخليه انه يوصل مرحله وحتى اذا وصل مرحله فتوصل الى مرحله انحطاط الخلق القرن التامع. التربيه غابت يعني هسه ظلوا يعلموه اشياء شعائريه او اشياء انه تخص العقيده اما مسلك التعليم فتقريب شبه غاب. بعدين المنهج الدراسي هم يطوروه على اساس لكن يحذفوا الاشياء المفيده للانسان يجيبوا له أشياء بحيث أنه تفتت مجتمع. هذه حالة معروفة أستاذ. إحنا ما نريد أنه نقول أنه مثل التعليم شنو غاية التعليم؟ التعليم يعلم ويربي بالأساس تربية والتعليم تربية حتى أنه التربية إذا هو الأستاذ أو المعلم يكون منحط قدام الطالب تلقيه يمارس الخمور وتلقيه يمارس التدخين وتلقيه يمارس الممنوعات أو حتى مكرم السامع توصل إلى حالة النفايات. المدرب المعلم يرمي الباكيت مال السجاير الفارغ بنص الساحة
فشلون راح ينشا هذا؟ فنشاتنا للتلميذ مخطئه ومتعمده، تفسيق مجتمع وتفتيت مجتمع. مو غايتهم انه يبنون الطفل حتى يبني مستقبل، لا والله استاذ انا مو طعنا بالتربيه، لكن مع الاسف المدرس من يقعد والمعلم من يقعد يناقشون ايش قد المخصصات، يناقشون ايش قد انه المستحصلات اختلف. هذا مع الاسف، مع الاسف انا اقولها انه كسران خاطر، انه الطالب شلون راح يطلع طالب؟ ما راح يطلع طالب، راح يطلع انه يشتف سلوك غير غير سليم، لو يطلع انه انسان يمارس الاشياء المحرمه او الممنوعه. فهذه معلومه استاذ انا ما ارد اخذ من وقتك. نعم. بعدين انه هاي المدارس اللي قاعد يسووها طين. أيه. تدخل مكرم السامع حشق قدركم حشق قدر السامعين للصحيات مال الطلبه وشوفها، شوف كل مدرسه استاذ، بس خلي تكون هاي المعلومه لك. نعم. كل مدرسه عندنا ببغداد، ببغداد براس المدرسه اربع حاويات او ثلاث. نعم. اربع حاويات او ثلاثه، وهذا قيسها استاذ. انا هسه ببغداد واعرف انه الحاويات وين تصير، كل مدرسه براسها ثلاث حاويات، هل يعقل انه المدرسه تكون براسها حاويات لو تكون براسها حديقه؟ او الى هذه الحاله استاذ انت ما متاكد من عته او لك بها شك، روح اتاكد استاذ. نعم. فيها روس حاويات، اذا هي الحاله متعمده، حتى انه الطالب من يلقي هاي الحاله لا يستوعب الدرس ولا يخلي فهمه للدرس، ولذلك اغلب الطلاب انه هم اساسا من تساله اشياء بسيطه ما يجاوب عليها. انا اريد طالب ذكي، اريد طالب يعرف بلده، اريد يعرف حقوق المجتمع، ما موجوده استاذ. نعم. زين. زين 16 سنه جماعه الاحزاب اللي جت ويا الاحتلال الامريكي حكمه العراق 16 سنه شو سوت؟ طبعا احنا ذا نتحدث على كل القطاعات، بس بما انه اليوم الحلقه على التربيه، يعني ايش قدمت للتربيه انت مواطن من العاصمه بغداد؟ شنو اللي قدمتها؟ معلومه بدون ذكر كل الناس تعرف. نعم. انه كمشوا الفاس التهديم، مو تقول جاب مالج ويبني، اكو فرق بين يلك مش مالج يريد يبني، واكو فرق بين يلزم فاس. فالجماعه لزموا الفاس. نعم. أني أشكرك أخي ناصر من بغداد كان معنا. طبعا جاء في تقرير اليونسيف اللي كنا نتحدث عنه قبل اتصال الأخوة، يقول قدرت الخسائر الاقتصادية نتيجة الهدر الكبير للأموال يعني الفساد، ويوضحها بسبب الأجور المهدورة جراء التسرب كذلك من المدارس، بس في عام 2015 مليار دولار، بس عام 2015. هاي منظمة دولية. معنا اتصال شروق من بغداد، تفضلي شروق. شروق تسمعيني؟ شروق يبدو أننا فقدنا اتصال مع شروق من بغداد. طبعا يتحدث بأن شحة الاستثمار والموارد في التعليم تهدد مستقبل ملايين الأطفال العراقيين، حيث يفتقر كما جاء في التقرير 3.5 مليون طفل عراقي في سن الدراسة إلى التعليم، مما يعني أنهم يصبحون أكثر عرضة للزواج المبكر وعمالة الأطفال والتجنيد من قبل الميليشيات والجماعات المسلحة. نصف الأبنية كما جاء في تقرير اليونسيف، نصف الأبنية المدرسية في العراق بحاجة إلى إصلاحات عاجلة، فيما يتسرب الأطفال من المدرسة هنا، والقسم الآخر أو القسم الآخر اللي يداوم مع الأسف يعني يرسب آخرون في مراحلهم الدراسية، وأن انخفاض معدلات التحصيل التعليمي للأطفال اليوم يعني وظائف بأجور منخفضة في المستقبل، يعاني أطفال العراق من فترات صراع طال أمدها. يتحدث المدير الإقليمي لليونسيف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول من دون فرص متساوية في الحصول على التعليم الجيد يصبح الأطفال عرضة للخطر، ونحن نتحدث عن ضياع جيل كامل من الأطفال. ويضيف بأن الاستثمار في التعليم يفي بحق أساسي من حقوق الإنسان لكل بنت وكل ولد، وضروري لتنمية وتقدم البلاد، وهو أفضل دواء ممكن ضد التطرف. يشير تقرير طبعا مصاحب لليونسيف عن فقر الأطفال في العراق إلى أن
واحدا من بين كل 5 أطفال فقراء قد يتسرب ويتسربون من التعليم قبل إتمام الدراسة الابتدائية، وذلك لأسباب الاقتصادية. يضيف بأن الأطفال هم أكثر من يعاني من استمرار الصراع والنزوح في العراق، حيث يعاني نحو 40% من تعاني الأسر النازحة، حوالي 40% من الفقر، ونحو نصف الأطفال النازحين في العراق هم خارج المدرسة. أما الأطفال الذين يعيشون في المناطق التي تضررت بشدة جراء أعمال العنف في العراق، فأكثر من 90% منهم لا يرتادون المدارس. يضيف المدير الإقليمي لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يقول يجب أن تتوافر لدى جميع أطفال العراق الموارد التي يحتاجونها لتحقيق إمكاناتهم التعليمية، سواء كان ذلك يعني صفوف دراسية جديدة، برامج للتعليم المسريع، أو معلمين مهارة، أو مستلزمات مدرسية. طبعا اليونيسف قامت كذلك في عام 2017 بمناشدة الجهات المانحة للعراق للتبرع بمبلغ 32 مليون دولار لتمويل برامجها في دعم التعليم في العراق خلال عام 2017. هاي احنا نذكر مثال طبعا، وتحدثت بأنها لم تتلقى سوى نصف التمويل المطلوب. يعني شنو العراق ما عنده فلوس، وصاير يعني مع الأسف على هذه الكلمة صاير يجد منا ومناك حتى يمشي أمور وزاراته، يعني ما معقول. طبعا هناك تصريح اليوم، تصريح لرئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة ذيقار وهو شهيد الغالب، يقول بأن المحافظة، محافظة ذيقار، تحتاج ل 800 بناية مدرسية على الأقل لحل أزمة الدوام المزدوج في البنايات المدرسية وفي البناية المدرسية الواحدة. وحذر المسؤول مما وصفها بالكارثة التي يتعرض لها قطاع التعليم بسبب نقص الأبنية المدرسية واستمرار الدوام الثلاثي والرباعي كذلك في أغلب المدارس الحكومية، وأشار إلى أن توفير العدد المطلوب من الأبنية المدرسية يعتبر أمرا بعيد المنال ولا يمكن تحقيقه في الوقت الراهن. معنا اتصال أبو شيماء من ديالة، تفضل أبو شيماء. السلام عليكم أخويا. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخويا. من ناحية المنهج الدراسي منهج تعبان، نعم، ومنهج جاء من قبل إيران. يعني أول ما بدأوا بالتفريش المدارس، هسه حاليا المحافظات، كل المحافظات تعاليلها كلها فلشوا المدارس بحجة أني شسمه جاي عمروهن، زين، وهو فلشوهن وهسه جاي جابوا كرفانات وحطوا، وهسه خطية هاي، هسه جت هاي السنة الجديدة الأطفال حيتبهذلون من ناحية الطين، من ناحية مدارس ماكو، كتب ماكو، دمروا التعليم والزراعة وكل شيء الصناعة. وهذا جاء منهج من قبل هاي الحكومة، حكومة السياد إيران، دمروا الشعب العراقي من 2003 لهذا اليوم، خلوا الشعب العراقي ما يدري حتى آخر شيء جوا التعليم، أما دي خلون الشعب العراقي كله أمية ما يعرف كل شيء، زين، هاي كلها من قبل أسيادهم، هي من قبل أسيادهم، هي إيران، منهج واضح على الشعب العراقي بأكمله، زين، ودمروا المدارس، هسه مدارس تريد كلها فلشوها وقوها للمقاولين، والمقاولين أخذت فلوسها وراحوا. الحكومة بيناتهم تتقاسم، بيناتهم يتقاسمون الفلوس، زين، تعاليلها، والنواب جاي على أساس يسوون فضل للناس، كل واحد جاي بكرفانين يعني ثلاثة ويسوي لهم مدرسة وخلاص وانتهى الأمر، زين، وهاي هذا حال الشعب العراقي من 2003 لهذا اليوم، زين. أشكرك أبوي. أنا أشكرك أبو شيماء من ديالى، كان معنا، مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة. نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم.
اهلا بكم من جديد اعزائي المشاهدين. طبعا في تقرير سابق لصحيفه العربي الجديد تنقل عن جهات سياسيه تحدثوا حول ملفات الفساد الحكوميه اللي شملت مشاريع بناء وتاهيل المدارس، تم انفاق او انفق العراق كما جاء في التقرير الحكومات المتعاقبه من العام 2003 ولغايه 2018 صرفوا أكثر من 22 مليار دولار أمريكي على قطاع التعليم الأساسي فقط، يعني المرحلة الابتدائية والمتوسطة، يعني 22 مليار ما انبنت منها إلا 400 مدرسة، وأكو مدارس تهدمت ولغاية الآن لم تبنى. طبعا جاء أنه تعتبر مشكلة المدارس الطينية من أبرز ملفات الفساد، جرى تخصيص ميزانية لبناء مدارس حديثة وإزالتها، لكن ما زال هناك يعني أكثر من 2000 مدرسة طينية بالعراق. يعني إحنا بالعام 2019 دائما نتحدث عن هذا الموضوع، العراق عنده أكثر من 2000 مدرسة طينية. وزارة التربية طبعا يعني فيها الكثير من ملفات الفساد، أهمها فضيحة المدارس الحديدية اللي صارت العام الماضي واللي قبله، واللي استولت عليها شركة إيرانية تقريبا حصلت على العقد حوالي نصف مليار دولار، 500 مليون دولار، من دون أن تنجز أي من تلك المدارس. ما أنجزوا جماعة، أخذوا 500 مليون دولار، نصف مليار وراح، ما بنوا ولا مدرسة. نعم، معنا اتصال أبو علي من واسط، تفضل أبو علي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا بك، حياك الله يا اهلا بك. اهلا وسهلا، حياك الله يا اهلا بك. والله اخي المدارس احنا يعني نريد منين نبدا؟ نبدا من البنيه التحتيه، ولا نبدا من رحلات الطلاب، ولا نبدا من الصبوره، ولا من الكهرباء، ولا الجام المفلش اللي راح تجي الشتاء هسه علينا والامطار، ولا الطريق اللي ينقل الطالب من بيته للمدرسه؟ لو نحكي على المناهج، نعم، لو نحكي على التدريس، احنا ما نلوم المعلم وما نلوم المدرس، لكن المعلم والمدرس ما ينطي يعني المجهود حقه يعني بالصف وبالشعبه، نعم، حتى ياخذ دروس خصوصيه. زين، من فتحوا المدارس الاهليه طبعا يعني طبعا المسؤوليه تقع على المعلم، بس ابو علي اذا هي تقع عليه، نعم اي طبعا، لا 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 خلاف عليه، ولكن احنا اليوم اذا مدرسه بها 3 دوامات و4، واليوم احنا بعد اقل من اسبوعنا واسبوعين تبلش المدارس، لغايه الان ما وزعوا كتب، وزاره التربيه ما وزعوا كتب للطلاب، اليوم الطلاب يروحون يشترون كتبهم من الاسواق، وبعدين عاد تتفطن الحكومه لو تعطيهم لو ما تعطيهم. زين، انت اذا اليوم هو الدرس يعني 45 دقيقه، لو تدخل 45 دقيقه تلقاها معلنة مناقصه، نعم، عندنا نقص مدرسين، عندنا نقص مدارس، راح يطبعون 6 ملايين نسخه، نعم، راح تنطبع 2 مليونين، وال4 ملايين فلوس يتقاسمونها بين المناقصات وبين المدير العام وبين مدير التربيه. نعم، يعني انا اوجه كلام لمدراء التربيه، يعني انت يعني انت هذا اللي يجيك يعني الطالب يتعلم، انت راح تخليه سنين راح ياثر به هذا، يعني من يجي طالب يوصل سادس يعني صف سادس ابتدائي وتلقاه ما يعرف يقرا ويكتب. احنا جايين نعاني، يعني احنا كاولياء امور جايين نعاني، احنا ندرس اولاد، يا اما نجيب له مدرس خصوصي ولا احنا ندرسهم. طيب انا يعني شو يعني يعني ليش انا ادرس طالب اذا الدوله موفره مثل ما تقول هي؟ طيب انت كدوله يجب ان تدعم المعلم. زين، شنو الوسائل التعليميه الموجوده اخي الكريم؟ يعني الان يعني معقوله الدوله هذه والتطور هسه زمن صدام وراح خلصنا من صدام؟ انتم زمنكم الزين ايش سويتوا به؟ اكو مختبرات لو الطالب بس يقرا يشوف انه التجربه الفلانيه بالكيمياء ولا الاحياء التجربه تصير هيك وهيك، غير يشوف حتى يعني يرسخ عنده هذا الامر. طيب مو بس اخي العام الدراسي بالنسبه للطلاب الابتدائيه والمتوسطه والاعداديه، لا حتى الجامعات. تدري يا اخي الكريم احنا جامعاتنا ما معترف بها دوليا. نعم. انا من اخلص بكالوريوس واروح مثلا ادرس ببريطانيا يقول لي انت ما دارس المنهج اللي انا دارسته، روح سوي لي مصادقه او معادله لشهادتك، يعني ادرس من جديد سنتين. العالم تطورت اخي الكريم، اللغه الانجليزيه يعني راح احكي لك عن اللغه الانجليزيه طبقوها جديده بالعراق، يعني منهج
نزلوه مباشرة، مو المفروض يعني أي واحد يعقل بالشارع من تطبق منهج جديد تأخذ من الأول، من أول ابتدائي ثاني ابتدائي ثالث، يعني ستيب مع ستيب أنت من تطبق للسادس إعدادي وتنطيهم هذا المنهجكم الجديد. طيب أنا ما عندي أوليات عليه، هو منهج غيرت المنهج، وما غيروا المنهج من المنهج البريطاني للمنهج الأمريكي وهذا يختلف أخي. أنا يعني التربية اسمها تربية، وزارة التربية، طيب إذا هي أساسا ما متربية شلون تربي الطفل وما تعلمه؟ 10 ملايين طالب عندنا بالعراق وعندنا بس 16 ألف مدرسة، الجماعة 16 سنة بنوا بس 400 مدرسة بس، وطبعا من ضمنها يعني مدارس طينية، يعني بنوا مدرسة طينية وحسبوها مدرسة بروس الشعب. 10 ملايين طالب وطالبة ب 16 ألف مدرسة، معقولة؟ هذا استاذ احنا نشوف التربية مو حلقة واحدة، التربية حلقات تخصصها تريد. حتخصص لي انه تعالي الهياكل هذيك اللي اقول هياكل الراح الله وعافه وطلع، شنو تاليها؟ زين تعال انت الطالب، كم طالب عندك قصة؟ زين الطالب شلون يوصل؟ هو اريد الطالب شلون يوصل؟ باشر مطر تدي، شلون يوصل الطالب؟ شلون يقعد؟ وكل شاف الرحلات الموجودة المدارس الغرقانة والطلاب قاعدين على تنك، هو هذا العراق اللي 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 يصدر يوميا 4 ملايين برميل يوميا ما يقدر يبني له مدارس واللي يحط له رحلات الطلاب؟ اخي التربيه مو بس حلقه واحده، والله انا اقول تخصص اسبوع، هذا الاسبوع كله تخصص للتربيه، ويوميا ناخذ معاناته ومشكله مشاكل الطلاب صح. وثاني واخر شيء يقول لك تعال يلا خلينا نمتحنهم ينجحون، شو ينجحهم اذا منهج ما مخلصه هو؟ زين وعطل، وعندك العطل حدث ولا حرج، مطرة المدير قال من يم المدير عطلهم. زين اخي زين يعني نحكي عن الطالب، نحكي عن المعلم، نحكي عن مدير المدرسة، مدير التربية، عن المنهج، عن البنية التحتية، ما نقدر نحكي، ما لو نحكي ما نخلص عن التربية أخي الكريم، وهي أهم ركن أساسي اليوم في الدولة هي التربية. لأن أنا أأمن على ابني أو بنتي من أوديه للمدرسة يرجع لي يفتهم، أما يرجع درسه من جديد لعلي من أوديه بس أخليه حضور وغياب. مشاكل هواي التربية أخي، مو بس مشكلة واحدة أو مشكلتين. صح، هي مشاكل كثيرة، ولهذا احنا نتكلم يعني موضوع البنايات، الفساد، الجماعة يقول لك صارفين على موضوع التربية، التعليم الأساسي فقط صارفين خلال 14 سنة تقريبا 22 مليار دولار، كل شيء ماك على الأرض، كل شيء ماك. احنا 400 مدرسة بانيها اوكي، بس شنو مقوماتها؟ رحلات ما بيها، شبابيك مكسرة، ما بيها حمامات، ما بيها لا تدفئة ولا تكييف، لو أكو رقابة بلوكات بانية وحسبها يقول تعال هذا 22 مليار مو 22 مليار مو حضرتك قلت؟ نعم 22 مليار تعال شو صار؟ هذا التعليم الأساسي بس، هو التعليم الأساسي يعني نعم. التعليم الأساسي أنت وين وديتهم وشلون جبتهم وين المشاريع المتلكية؟ أكو نعم. مشاريع متلكية وينها؟ وين وصلت؟ ونطيني نسبة الإنجاز، وأكو لازم نسبة إنجاز. نعم يعني تحدثنا على سبيل المثال المدارس الحديدية ما أخذتها شركة إيرانية بنص مليار دولار وما بنت ولا حديدة، ما خلت ولا حديدة، يعني هم فوق مدارس حديدية وما أخذين الفلوس من الدولة نص مليار وما باني شيء. مو هذه إيران ما حد يقدر يحكي وياها، إيران ما حد يقدر يحكي وياها، عفا عليك هي اللي استغفر الله راح تدخلنا مواضيع هواي. نعم إيران أخي كريم منعتنا من الزراعة، إيران منعتنا من الزراعة، إيران منعتنا أن نزرع حقولنا، إيران منعتنا حتى تمشي بروسنا كل شيء. نعم. إيران منعت حتى المعامل الطابوق تشتغل حتى يمغلون طابوقهم، ومو بس هذه يجون للدوائر اللي تابع الحزب الفلاني والفلاني هم معروفين للدائرة الهندسية يكتبون التندر كتبوا طابوق إيراني رصيف إيراني كله لازم إيران يفرضون عليهم فرض حتى منك من المصانع هناك تمشي. نعم. إيران حد يختار إياها، إيران هي كانت الدولة يعني المدارس الحديثية أستاذ الكريم هي دولة بالعكس. نعم أنا أشكرك أبو علي من واسط كان معنا. رسالة تقول فيها أستاذ عمر عندنا مدرسة فلشوها اسمها مدرسة عمر بن الخطاب، أرجو طرح هذا الموضوع، تقول لأن هسه ماكو دوام. تحياتي لك أستاذ عمر. طبعا تقول أنه يقولون أنه يسووها مول، يعني فلشون المدرسة حتى يسووها مول، ما شاء الله عليهم. تدري عندنا اكتظاظ بالمدارس، هواي بنايات
فيحاولون المدرسة يسووها مول. معنا اتصال صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالنسبة للقطاع التعليم، يعني احنا نعرف ان كل القطاعات بالدولة يعني مستهدفة من قبل جارة السوء ايران، واللي جاي الادوات اللي جاي ينفذون هذا التدمير وهذا الخراب وارجاع يعني ارجاع يعني التعليم الى الخلف يعني عشرات السنين، ممنهج ممنهج كله ممنهج. يعني اذا تتصور هاي المرحلة اللي وصل بها التعليم بالعراق المزرية، يعني اعتباطا كلها مدروسة وتحت مشروع صفوي وينفذونها اما الحشد او الاحزاب اللي تابعة لإيران، فوزارة التعليم ووزارة التعليم العالي. احنا نشوف هذا الانخفاض بالنسبة التعليم والأمية اللي تفاشت بالعراق وصار هسه حاليا المجتمع العراقي مجتمع جاهل ما يميز بين الحق والباطل. طلعنا من التصنيف، يعني احنا من التصنيف ابتدائية متوسطة اعدادية جامعات كله طالعين من التصنيف الدولي. احنا المنظمات الدولية يقول لك انت مدارس ما عندك. هو قلت لك استاذ عمر هذا كله ممنهج، يعني هذا مقصود سواء حتى من حكيته هسه على الزراعه وعلى الصناعه وعلى الطاقه الكهربائيه وبالذات وزاره الصناعه وهاي المعامل وابطال كل المعامل الاسمنت والطابوق وغيرها والصناعات الخفيفه مقصوده من قبل الاحزاب اللي تحكم في سبيل احنا يصير المصدر الاول والاخير هو جاره السوء ايران، ويصير الصناعه الايرانيه تصير يعني مفعله ويعتمد عليها العراق. وحاليا يعني العراق معتمد على ايران كل الزراعه والصناعه وغيرها وشراء الطاقه الكهربائيه، لكن احنا هذول السياسيين سواء السنه والشيعه والاكراد شنو اللي انجزوه في سبيل واحد يقدر يتناقش ويا اي سياسي يقول له انت ايش سويت هاي الفتره من 2013 لحد الان؟ ما سوى اي شيء واحد يفتخر به او انجاز او مشروع او مصنع او غيره او صناعه محليه. صارت مشاركه يمكن بأحد الدول الأوروبية أو الصين أعتقد قبل فترة، فالعراق ساهم بهذا الـ يعني الناس كلها الدول اللي عندها صناعات راحت شاركت بهذا المهرجان وغيره وعرضت. احنا العراق ايش عرض؟ عرض دبس وسجاد هذا اللي يصنعونه بالجنوب تقصد اللي صار في سوريا قبل كم يوم وتمور، يعني هاي الصناعة العراقية وشفنا احنا الدول كوريا وغيرها والصين شنو الانجازات اللي الصناعات اللي عرضوها في سبيل يصير مستثمرين يجون يستوردون. العراق صار مرحلة ان يصنعون دبس وتمور بس. نعم. وموضوعكم موضوع التربية، يعني حتى المناهج التربوية الموجودة يعني كلها تم تغييرها وتحريفها، يعني تحريفها طائفيا يعني متقصدين تغيير المناهج وكل سنة يغيروها نعم يغيروها في سبيل هاي المطابع اللي موجودة بكربلة وهي نعرفها علما نشأة معملين لصناعة الكتب والدفاتر المدرسية وغيرها في سبيل هاي العقود. وزارة التربية ترجع أيضا للناس المعممين وغيرهم في سبيل يعني هم سرقة المال العام، وهاي المفروض هي هاي للدولة في سبيل الدولة هي اللي تصنع الدفتر والكتاب. فكلها محاصصة وسرقات، يعني هذا لك هاي الشيء وهذا لك هالشيء. وزير التربية ما يوقع على عقد إذا مش قد حتى وزير التربية ما العقد بالعراق تم تغيير المناهج وطبعاتها. ما عندنا وزير تربية بالطبع، احنا من زمن محمد تميم الى محمد اقبال، يعني شنو اللي انجزوه الوزير من دخل 4 سنوات؟ المفروض الشعب يحاسبه والنزاهه تحاسبه. تعال انت سويت وين المدارس النموذجيه اللي انتم تحكون بيها؟ العقود المدارس المنجزه تم تدميرها بالمناطق السنه، كل المدارس سواء بالتحرير اللي هو اللي تحرير او متقصديها، يعني حتى واحده من المدارس انت الجنوب مدارس طينيه بي الجنوب دي يعني الطالب دي يعاني ماكو مدارس، يعني هاي ما صار بيها لا حروب ولا شيء. هاي المحافظات الجنوبية أحد أعضاء مجلس محافظة بغداد الطالب محافظ بغداد بتغيير هذا الاسم، يعني وصلت مرحلتهم طائفيا إلى حتى تغيير المدارس اللي عمر هاي المدارس وأسماءها يعني تجاوز 30 و40 سنة. فالتعليم يعني اكو ناس واكو مافيات متقصدين
يعني تعطيل هاي الوزارة في سبيل كل العقول كلها تصير جاهلة، يعني بحيث أي فتوى تصدر من المرجعية أو غيرها والناس معممين يصدرون الفتاوي بحماية العملية السياسية بانتخاب الكتل الفلانية كلها مقصودة في سبيل ناس مغيبين. احنا نعرف فلان سارق وحرامي وفاسد سواء وزير أو وكيل وزير أو سياسي، فمن يريد يجهلون الشعب وصلوا من المرحلة الشعب حاليا جاهل، يعني ما يعرف الحق من الباطل، ما يعرف الإنسان النزيه من الإنسان الفاسد. نعم يعني أنا أشكرك، يعني أشكرك أخي صباح. جاي يسرقونه ولكن مستمرة العملية السياسية. نعم أشكرك أخي صباح من بغداد كان معنا. طبعا بالحديث على موضوع الأموال والجماعة بالحكومة يقول لك احنا عندنا عجز مالي وعندنا ديون، يعني اليوم اللجنة المالية النيابية تقول راح يصير عندنا عجز بالموازنة المالية سنة 2020. ايش قد يابا يوصل 72 تريليون دينار. عضو اللجنة جمال كوجار يتحدث ويقول بأن الموازنة القادمة ستشهد عجزا غير مسبوق ومخيف جراء توقف حركة الاستثمارات في البلاد وزيادة الموازنة التشغيلية على حساب الموازنة الاستثمارية، وأكد بأن هذا العجز مرتبط أيضا بوجود موظفين وهميين يتسلمون رواتب دون عمل، فضلا عن فقدان الحكومة سيطرتها على إيرادات المنافذ الحدودية وذهابها لجهات أخرى ميليشياوية وسياسية. معنا اتصال محمد بن السماوة، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا لك بيك. وتحية للرافدين العزيز. حياك الله، يا أهلا بيك. الله يرحم حارث الضاري، الله يرحم حارث الضاري، الله والديك. يرحم حارث الضاري، الله يرحم والديك. أخي العزيز عمر، ننعي لكم بوفاة وزارة التربية والتعليم بعد مرض عضال وعمليات جراحية ترقيعية عديدة، توفيت راضية مرضية، وكان وفاتها صدمة للفقراء والمحرومين، فالبقاء لله وحده وعلى الله العوض. ورحم الله التعليم والتربية في العراق. أخي العزيز عمر، تدمير أي أمة لا يحتاج إلى قنابل نووية أو صواريخ بعيدة المدى، ولكن يحتاج إلى تخفيض نوعية التعليم والسماح للطلبة بالغش، فيموت المريض على يد طبيب نجح بالغش، وتنهار البيوت على يد مهندس نجح بالغش، ونخسر الأموال على يد محاسب نجح بالغش، ويموت الدين على يد شيخ نجح بالغش، ويضيع العدل على يد قاضي نجح بالغش، ويتفشى الجهل في عقول الأبناء على يد معلم نجح بالغش. انهيار التعليم انهيار الأمة. وشكرا لك أخي العزيز. نعم زين محمد، قبل ما تروح بعدك وياي محمد. أنا أشكرك محمد من السماوة كان معنا. طبعا تصريح النور المالكي مع كل هذه المعاسي ويعني أثبتوا الجماعة فشلهم، هو تحدث قبل كم سنة رئيس الوزراء الأسبق نور المالكي قال لك احنا فشلنا اللي احنا بالعملية السياسية. اليوم يطلع علينا ويتحدث ويقول إذا انهارت العملية السياسية راح يستلم السلطة أسوأ ناس. من ذول أسوأ الناس؟ بالله خلينا نشوف تصريح نور المالكي ونرجع لكم. العراق الآن يعيش حالة من الهزيمة، مو كله ولكن أكو من يروج للهزيمة. هاي المواقع التواصل الاجتماعي، هذا الإعلام، هذا كله موجه يريد أن يخلق عندنا حالة من الضعف واليأس والهزيمة وأخلاقية الهزيمة، كل هذا الإعلام اللي موجود. ولذلك المطلوب من العقلاء، من الشرفاء، من الحسينيين، من أصحاب أخلاقية المبادئ والقيم أن يكونوا أقوى من مؤامرات الإعلام، أقوى من الحرب النفسية التي يشنونها علينا، لأنه إذا شنوا علينا الحرب النفسية انهرنا وصار عندنا انهيار بالقيم، وبالتالي
يخرج من بيننا من هو لا يمثل أحدا وهو من آخر القوم وهو من أسوأ الناس، ربما يتولى أمرنا مرة أخرى. يعني أنت 16 سنة، شنو اللي قدمت؟ أنت 8 سنوات رئيس وزراء، شنو اللي تقدم؟ بما أنه إحنا نحكي على التربية، شنو اللي تقدم؟ هل حققنا طفرات حتى أنه أنت تقول والله إحنا مستهدفين؟ هل أنتوا ناجحين؟ نجحتوا حتى أكو ناس عندنا معارضة، حتى معارضة ما عندنا بالعراق؟ يعني هذا التصريح ليس في مكانه، وهذه يعني دغدغة لمشاعر جماعته والأتباع فقط. أما أنه أنت اعترفت قبل فترة قلت إحنا فشلنا، أما من هم أسوأ الناس إذا رحنا هاي لازم هو يجاوب لنا إياها. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، تحدثنا فيها عن موضوع التربية بمناسبة قرب الموسم الدراسي لهذا العام، عام 2019 عام 2020. شكرا لكم، ونتمنى كل التوفيق والنجاح لطلابنا الأعزاء في العراق. إلى اللقاء.